السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي صفحة موقع نحلة تفوغال التخصصية في تربية النحل. لماذا يتجمع النحل أمام مدخل الخلية؟ لما تجمع النحل على لوحة الطيران وأمام وحول مدخل الخلية ليلا دليل على عبة أشياء. أولا تعتبر ظاهرة جيدة حيث يدل على قوة الخلية، ولذلك يجب على النحال أن يقوم بفحص الخلية بشكل دوري للتأكد من عدم وجود بيوت ملكات أو هذه الخلية على وشك التضاريس، ولكي يقوم بالإجراء اللازم إما هدم بيوت الملكات وإضافة لمنع التضاريس أو إضافة العسالة أو حسب رغبة كل نحال. في حالة ارتفاع درجات الحرارة خاصة إذا كانت الخلايا غير موضوعة تحت مظلة قد يؤدي لارتفاع درجة الحرارة داخل الخلية فيتجمع النحل خارج الخلية. قد تحدث هذه الظاهرة في حالة عدم كفاية براويز الشمع داخل الخلية لاستيعاب الأعداد الغفيرة من الشغالات فيتجمع النحل خارج الخلية أو على غطاء الخلية. فمع بداية فصل الخريف يقوم النحال بما يسمى بالضغط النحل وإزالة الإطارات التي لا يغطيها النحل، فقد ينسى، ومع بداية الربيع يقوم النحل بالعمل وتكثر الشغالات داخل الخلية وتستحم فيضطر النحل لتجمع خارج الخلية. والحل بسيط، هو إضافة الإطارات جديدة للخلية. قد تحدث هذه الظاهرة أيضا نتيجة ارتفاع في نسبة الرطوبة الجوية الخارجية وبالطبع داخل الخلية. وفي حالة عدم وجود تهوية كافية داخل الخلية، ولذلك يجب التأكد من وجود فتحات التهوية أو عدم انسدادها إذا كانت موجودة التي تكون على غطاء الخلية. فموضوعنا المقبل سنتحدث حول استخدام فتحات التهوية والعوازل الحرارة فوق غطاء الخلية. تابعونا في الحلقات المقبلة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.